الهلال في هذا الديربي ليشعل فتيل الديربي. جوسابو خطأ لجوسابو كويار، تدخل كافي هذه، شوفها مرة أخرى إبعاد، محاولة الحصول على الكرة في اللقطة الأخيرة، ولكن كويار كل في الأخير تحولت إلى ضربة مرمى بعيدة. هذه الصورة في مباراة ديربي، بالتالي الضغط يكون كبير على مسيرين النادي وعلى اللاعبين، بالذات إذا بعض التوقعات كانت تشير النصر. هذا السيناريو، هذه الإعادة اللي كانت بين باللقطة اللي كانت من جانب أنسيلمو أمام كويار في هذه اللقطة. استعجال ربما بعض الشيء، صراع بدني سيكون رهيب في هذه الأمور. وبعد ذلك إلى رمية جانبية بعد تمريرة جوستاف جديدة للاعبين الهلال. شوف الكرة لنور الدين مرابط والمتابعة من كويار، وبالتالي أصابها فراحت في صالح النصر، ركلة حرة. بيتروس اللي قلت بأنه في رأي الشخصي، هذا رأي معلق طبعا، أنه في رأي الشخصي بيتروس اللي احتك مع سلمان ولم يحصل على شيء. كويار يواصل اللعب في تشكيلة راس فالوشيسكو المدرب الروم. حمد الله اشتقنا إليك. نشوف هذا التدخل اللي تم، سيب حكم المباراة على نور الدين مرابط. نور الدين دون أدنى شك، نور الدين مرابط مهم جدا في قائمة النصر. نور الدين مرابط روح شخصية وقتالية وأمور كثيرة، لكن في هالموسم نور الدين مرابط تراجع نسبيا عما كان عليه الوضع بصراحة في